نسأل الله العافية والسلامة، أكرمكم الله. لا استنجاء ولا استجمار عند البول، استعمال المناديل دون أن تحصل الطهارة والنقاء للمكان في الغائط، وأكل خنزير وشرب خمر، حتى أن الواحد منهم يعني لا يغتسل، ولو اغتسل مرة في الأسبوع يعني يعد هذا أحيانا عند البعض من الإسراف في استعمال الماء، حتى أن البعض منهم يعني يمرض ويموت بسبب عدم الطهارة والنظافة وعدم الاغتسال. وبعد هذا يوجد من المسلمين من يعجب بهم.